مرحبا بكم على قناتي كوزين ألفا، واللي مازال ما اشتركش اشترك بالضغط على زر سابوني ثم زر الاشعار اللي باش يخليه يتوصل بجديد القناة. ونبدأ مع بعضنا حلقة جديدة ووصفة جديدة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفة البقلاوة. البقلاوة التركية ولا اللبنانية؟ بون، علاش نقول تركية ولا لبنانية؟ خاطر اصولها ترجع لتركيا وبعد لبنان هي اللي طورت فيه. ما عنيناش، نبداو في المقادير. المقادير هوني تشوفوا فيه نوع الفرينة اللي نوريكم فيه. الفرينة هذه ديما اللي يعيشوا البرة، معناها مكتوب عليها تيب 55، فما فوق هذيك تاخذوها للبقلاوة. باش نحط عليها، عموني باش نحط رطل هاو عليها 25 مللتر زيت، عليها تقريبا 150-175 مللتر ماء ورشة ملح وبيضة. المرة هذه باش نعملوا البيضة ونشوفوا شنو تطلع المطعم نتاع البقلاوة نتاعنا بالبيض. انا مستانسة نعملها بلاش بيض. المرة هذه تبعت ليلى بالازهر باش نعمل كيفها الورقة نتاع البقلاوة بالبيض. والحق من بعد معناها مطعمها باهر بنين، معناها تقرب الودنين القاضي وكل، لكن تخليها حشوشة هكا وكل، اما ما يقلقش، معناها كي يبدا عظم ولا بلاش عظم ما يقلقش. لهنا حطينا المكونات الكل مع بعضها، رطل فرينة عليهم رشة ملح، نصف مغرفة صغيرة ملح، عليهم 25 ملي لتر زيت وإلا زبدة ذايبة. انا هوني فضلت اني نحط الزيت المرة هذه، بدلت كل شيء، زدت العظم وحطيت الزيت في بلاصة الزبدة. وهوني باش نحط البيضة باش نحلها مع السوائل، والسوائل تقريبا 250 ملي لتر الكل في الكل، معناها باش يتلمونا بالبيضة. ديما نقولوا السوائل هما شطر الفرينة، معناها ولا المكونات الجافة، لكن هوني ديما نحط انا نخلي طرف الماء هذا مثلا 200 ملي لتر، والباقي باش نحطه بشوية بشوية، نزيد بشوية كان حسيته ناقص. ماذا بيكم هكاك، خاطر البقلاوة ما يلزمش تكون البات نتاعها ما يلزمش تكون البات نتاعها مرخوفة، خاطر من بعد تلصقنا في بعضهم الاوراق، يلصقوا في بعضهم وما يساعدناش تكون معجنة وتجي على حساب هذا، معناها تجي واحدة بركة بلاكة واحدة، يعني ما تعملش كل فويتاج اللي نحبوا عليه، بيسكو نحنا مانيش باش نعملوها كل ورقة وحدها. هوني بديت استعنت بالعجينة، بديت من الاول لميتهم بالعجينة، اما بعد كملت بيدي، خاطر من المستحسن اوراق البقلاوة ولا عجينة البقلاوة نعجنوها بيدينا بطريقة هكية، نقولوا نحنا نلمو فيها لمين باش نخدموا الجلوتين اللي فيها، مش باش نقطعوها تقطيع، معناها كيما تراو هكية نقعدوا نعجنوا بالطريقة هذية، مش معناها نحلوها على طول ونعاودوا نسكروا، لا هكية كي نكركبوا، تقول عليها نكركبوا ونعجنوا. على غالب برشا يقولوا لي تزرب في الحديث وكل، هذيك هي لغتنا وهذيك طريقتنا في الحديث وكل. ان شاء الله يا ربي نقدر نخلط نترجم الفيديوهات، ان شاء الله نكتب لكم الترجمه باللغه العربيه من اللوطه، وكيف كيف ان شاء الله بالفرنسي وبالانجلي، كان سهل ربي يا ربي على قريب ان شاء الله، كان معناها لقيت شكون يعاونني. حاسيلو كيما تراو قعدنا نعجنوا فيها بالطريقه هذيك، وهكا نحلوها البقلاوه، معناها نحلها هكا العجينه على طولها، ومن بعد باش نقصها ال 18 قطعة، معناها نقص هذيك على 2، ومن بعد كل شطر نقصه على 9 قطع. كاين كسوا باش تعملوا البقلاوه العاديه نتاعنا ديك المثلثات المعينات، نقول في الطبق تعملوا شطر من فوق وشطر من اللوطه، وكان مش نعملوها كيما البقلاوه هذيا نتاعنا المره هذه بطريقه مختلفه اللي هي بقلاوه لبنانيه ولا تركيه، من عرش هو نجي نبحث في التاريخ وكل اصولها ضبابية، لكن مرجحين معناها اكثر انها اصولها تركية، لكن لبنان هما اللي حسنوا فيها ومن بعد انتشرت في اوروبا والعالم العربي الكل، ولت معروفة في قعداتنا وفروحاتنا ولميتنا. حسنوا ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم بالمعلومات يعني. ونتراو نقصوا البقلاوة العجينة، شدة في البقلاوة انا ما نعرفش علاش، نقصوا العجينة نتاعنا 9 9 معناها 18 قطعة، وباش نحطهم الكل فوق بعضهم، راهم من بعد باش نحط 18 قطعة فوق بعضهم. انا نحب الفويتاج برشا ونحبها تجيني فويتي اكثر ما يمكن، معناها فما شكون يعملها اقل وما نعرفش، وفما شكون يعملها هكايا. البقلاوه هذه تعلمتها على هذه اللي قلت لكم قبل في البقلاوه الاخرى، الطريقه هذه تعلمتها على محمد ياسين سياله، صاحب جروب اسمه لمتنا في كوجينتنا، يظهر لي الاكثريه هكا جروب على الفيسبوك، جروب به كبير معروف وكل شيء، يعطي الصحه. هو اللي نقولنا نغزروا لها حاجه مستحيله البقلاوه وكل، هو اللي خلينا نراو لي البقلاوه سهله طريقتها وبالحق سهله، ومن الطريقه هذه انا حاولت نعمل الطريقه نتاعنا نحن التونسيه، يعني بالنكهه التونسيه.
لهنا 18 كعبة، 18 كعبورة باش نلفهم في نشي، كعبرتهم مليح، لميتهم مليح بيدي، وماذا بينا نحافظوا على الشكل، معناها نحنا نكعبروهم هكاكا باش من بعد كي نحلوهم يجيونا مدورين كما نحبو نحنا. وهوني باش نلفهم الكل بنشي ونخليهم ساعة، ساعة غير ربع يرتاحوا، ومن بعد باش نحلهم فوق بعضهم ونخليهم كيف كيف يرتاحوا شويه ونشوفهم بعض المراحل. انا هوني الفيديو خليته لكم طويل بوغتو، نقصت منه برشا لكن جا طويل برشا، شكون باش يقعد يتفرج ساعه في بقلاوه؟ دونك جي سي لو ماكسيموم باش نقص فيها معناها الاقصى درجه. هوني كيما تراو نلمو فيها في نشا، وباش علاش نشا؟ باش اولا يعزل الهواء وما يخليهاش تشيح لنا من برا، ومن بعد كي نحلوها ما تتشققش وتقعد تحافظ على القوام نتاعها، يعني كل ما تشيح لناش كلها. وانا ما غير ما نغطيوها، انا ما نغطيهاش، خليهم هكاكا. وباش نصدقكم الراي بتبيعه ونصدقكم القول يعني مش الراي، المره هذه ما خليتهاش تستنى ساعه، خليتها تستنى تقريبا 4 دراج نص ساعه حاجه هك. نزرب الحق، نزرب عليها ويزمني نكملها فيسا. والوقت معناها البريود الوقت الوحيد اللي لقيت فيه وقت باش نخدم فيه البقلاوه، دونك زربت فيها لهنا. اما غلبتني شويه من بعد في الحلان نتاعها، تو تشوفوا بعد ما خبيت عليكم شيء نورمالمون. وهوني خديت 250 غرام زبده، ذوبتها على فوق النار طول، معناها على الغاز ولا في الميكروويف؟ انا لا على الغاز، علاش؟ باش نخرج الحليب هذاك وحده والزيت وحده. الحليب هذاك ما نحبوش من بعد يجيني في البقلاوه. والسمن نتاعي كالعادة باش نزيد مغرفه كبيره سمن في وسط الزبده نتاعي باش من بعد نشكشك على الوحده على البقلاوه. هوني وريتكم كيفاش عملت الزبده باش خليها تبرد، معناها غليتها وكل باش خليها تبرد باش نجم بعد نخدم بها، ما نحبش سخونه طول. وهوني من بعد مرتاحوا معايا المفروض ساعه، ساعه غير ربع، اما انا ما خليتهاش برشا. دونك جيت نحل فيهم لهنا بنشي كيما تراهم كدس كدس نشي، ومت معناها حكيت 150 غرام حاجة هكاية، 120 غرام حتى أقل. المهم ما تخافش منه نشي. الفارينة لا ما تحلوهاش بالفارينة، تفرق على الأخر، أما نشي هو اللي يعطينا القوام اللي نحبوا عليه نحنا من بعد، وما تخلي ما يخليهاش تلصق في بعضها. بالحق نشي تحسه ما يشربش مش كما الفارينة، قد ما تحط قد ما تشرب. هوني باش نحاول باش نحل تسعة وحدهم فوق بعضهم هكاكا دور دور هكاكا، والتسعة الأخرين زادا كيف كيف وحدهم، ونحلهم بعض مربعات ونحطهم بعض الكل فوق بعضهم باش تسهيلي، ما يجيش نحط 18 كعبوره هكاكا ولا 18 ورقه فوق بعضها، من بعد صعيب برشا باش نحلهم الكل مع بعضهم. ما نجمش هكاكا، وينجموا من اللوطه يقعدوا لي ما يتحلوش ومن فوق يتحلوا، دونك تاكل بعضها. دونك خلينا بالنظام نخدموا، نحلوهم هكاكا. والحق ما جربتش انا باش نعمل بعشرة طبقات ولا ثمانية طبقات، ما جاتش البالي الحقيقة، ما جربتش. ان شاء الله بالك شي في العيد ان شاء الله نجربوها، اما انا حبيت اكثر فويتاج، انا راني نحب لي فوي اكثر من الفاكهه، هذاك علاش نحب نقرمشها، معني نحب الرادي فوي، هذاك علاش عملت 18 ورقه. من بعد تشوفوا وحكم وحدكم تحبوا تنقصوا تحبوا تزيدوا، هذاك يرجع لكم ليكم انتم، راهو ما يضر حتى شيء. المهم الوصفه تاخذوها والطريقه معناها المراحل تاخذوهم كيما هما، وتردوا بالكم في لي تكنيك اللي هما هذو من التكنيك. ترتح العجينه نتاعك ما تكونش جاريه، معناها سائله برشا، وتعبي نشي بين كل واحده واحده، تعبي بالكدا نشي بين كل قرصه وقرصه، حتى اكثر من هكاكا ما يضرش، بالعكس. وتخليهم يرتاحوا، هذوكم هما، هذيك هو سرها. للي خايفين البنات اللي خافوا من كيفاش باش يحلوا البقليوه وكل، ويقول لك مشيش العجينه تجيني وتجيني، انت اعمل العجينه بالعظم ولا بلا عظم، راهي الزوز باش ينشحوا. باش تعمل العجينه نتاعك لازمها تكون مكبوسه، ويلزم تعبي برشا نشي وقت تجي تحلها وتخليها ترتاح. هذا هو التكنيك اللي باش ينجح البقليوه نتاعك، يعني سهله برشا الحكايه، ما فيها حتى شيء. انا ظهر في ريقي باش يشيح خاطر طويل برشا تسمى الفيديو هذايا، هذاك علاش باش نعمل بوس بين المرحله والمرحله. وهوني كيما تراو عبيت نشي في التسعه كعبات الاولانيين، ونفس الحكايه باش نعاودها من بعد وباش نخليهم يرتاحوا يرتاحوا اكثر، ما اكثرش من 4 دراج، ما اكثرش 20 دقيقه يعني. قهوة ماما.
وطوا ارتاحوا معايا ورجلوا امورهم، وبطبيعة ما خليتهمش يرتاحوا، وانا كملت حاليت الاخرين من هنا، جيت نحل فيهم هما منا. مي مستحسن تخليهم يرتاحوا خاطر انت تنزل عليه ويتمشي معك تجري. اما نغزر كيفاش انا ننزل وهي مازالت ترتد، معناها مازالت ما خديتش راحتها ومازالت ما ارتحتش. دونك ردوا بينا في الحكايه هذيا، سورتو للي باش يعملها اول مره باش ما يخافش. اما عادي لازم باذن الله تبع المراحل تضبط معك ان شاء الله. ما نعرفش البنات اللي جربوا البقلاوه الاولانيه وما نشحت لهمش ولا وني، ما قالت لي حتى واحده ما نشحتليش البقلاوه، ما نعرفش يمكن انا ما انتبهتش. اما كلهم اللي قالوا لي كلهم عجبتهم وجاتهم باهيه، اما اللي جاتو مشكله يتواصلوا معايا على صفحتي في الفيسبوك كويزين الفا، و بار ميساج والا بار فوا نجم نشوفوا وين المشكله، وباذن الله تعاودوها وتجيكم باهيه. الكوجينه هذيك هي مرة تنجح ومرة تخفق، يعني عادي، المهم تكون عندك العزيمة وما تقلقش وما تفدش. وكيما تراو حليتهم الزوز وطبش نحطهم فوق بعضهم، حليتهم معناها لو ماكسيموم، حاولت اني نحطهم في الشكل المربع. بلا بيكم انتوما والقالب متاعكم، انا هوني مش باش نحط في قالب، باش نحط في الطبق الكوشة. اذا تحبوا تعملوها في طبق مدور كل راكم، خاطر هي باش تجي مربعات لازمها تكون مربعات، ما ننصحكمش عليها، ماذا بكم تكونها هكا في بالطريقه هذيا. سينو ما يقلقش، يعني كاين باش تاكلها انت وحدك تحب على البنه وكل، او كيجيوك الكعبات المزيانين في الوسط واللي داير سير باش يجيوك نص دوره، يعني مش بيجيوك مربعين. حاسيلو كي تجيو تفهم تخدموها تو تفهموني. هوني نحاول معناها نحط نشامل اللوطه باش تمشي معايا، ونحاول نحيك نشيلي السقلي في الطاوله هذيك بدايه، وباش نقلبها كاين طراوله اوراق من اللوطه فيهم اللي مشى معايا وفيهم اللي مازال ما مشاش للاخر. دونك هذاك علاش باش نقلبها اعلق فيها ونحلها من الشيره الاخرى، معناها كيما حليتها من فوق طبعا باش نقلبها ونحلها من اللوطه. وما يقلقش الاحراف هذوكم راهو ماهمش باش يجيوكم معناها مزيانين منظرهم وكل، باش يجيو معاك هذه فورمي شويه وكل، مش بتجي معناها مستويه. دونك انا نحيتهم وعملتهم منظر اخر، طب في اخر الفيديو نحط لكم تصويره كيفاش عملتهم في الاخر. خليهم لفطور الصباح ولا مزيانين حتى منظرهم مزيانين، نعملوهم هكا رولي ولا دور ولا كيفاش تحبوا. انا جوست هكاك لفيتهم لفين ومن بعد طيبتهم وحتى خرجتهم رشيت فوقهم شويه لوز وشويه شحور وكا فات الحكايه وبنين على الخرجه. المهم كان نختاروا الوحدات المزيانين الكعبات المزيانين في الوسط، في الوسط تجينا فيتاج طياره وديزاين طياره، لكن اللي على جنب مش باش يجيو معناها مزيانين. او كان احنا نحاولوا لو ماكسيموم وكا باش يقولوا لي بنات او البات الكوليش هذيك ما نعرفش شنو نسميوها، بات نسيت اسمها يا ربي، حسيلو تتباع واحد ورقة البقلاوة تتباع حاضرة في تونس في بنقيدة حسين يبيعوا فيها. انا عمري ما جربتها لكن نشوف الفيديوهات كيفاش يجربوها وكل. فما شكون اللي مشات معاه وفما شكون اللي ما عجبتوش، ما نعرفش انا ما جربتهاش، وبالك شي كانت تويتات الفرصة نجربها، كان عرضتني معناها علاش نجربوها. هوني نحاول نحي نشيلو ماكسيموم، وما تخافوش يا البنات ما تخافوش كي تحلوها بالقلقال، فما شكون يبدا يتوسوس يقول لك يا باش يلصقوا في بعضهم. صاي لو فات حطيت كميه باهيه من شيء ما تخافش ماهمش باش يلصقوا في بعضهم، كي تطيب من بعد يظهروا كل واحده تخرج وحدها، الزبده تدخل في وسط بين الاوراق وبك السخانه الحراره هذيك تبدا تغلي الزبده هذيك وتولي تفرق الاوراق ما بينات بعضهم، كل ورقه تشد بلاصتها. الا اذا العجينه نتاعك جات جاريه شويه معناها طريه شويه، راهو باش يجيك ريسك نتاع باش يلصقوا في بعضهم. هذا الحاجه اللي نجم نضمنها لك انا 100%. سينو مادام عملت النشام تاعك ما يقلقش به. هوني خديت كارتون 6 سنتي على 6 سنتي، عملت مربعات معناها المهم يكون مربعات. اما هوني انا ما شاء الله عليا مبدعه في الخطوط جاو معاه جي الخطوط الاولانيين، دونك باش نحاول نصلحهم من بعد او كان حاولوا اعملوا بوند كبيره، يعني كان تحبوا باش تقيسوا بها كارتون كبيره ولا ورقه ولا حاجه باش تقيسوا بها، لكن انا كالعاده مزروبه وما عنديش وسع بال باش نقعد نقص ونحط. او من الاول
نعمل هكاك مربع هذاك نخبيه نقعد ديما نخدم بيه هذاك علاش قدامي طول جبد نخدم بيه وحط. ويزمها تكون مربعات، معناها ماذا بيكم تحافظوا على الشكل المربع نتاعها. كي باش تجيكم مستطيله ولا هكا شيره اكبر من شيره ازيد من شيره شويه باش تجيكم ديفورمي. باهي هوني نحاول نحي اللي جاوني داخلين بعضهم هكا ونخليهم على شيره هذوكم باش نعمل لهم بعض البقلاوه اللي قلت لكم عليها الطريقه الاخرى. هكا باش نحاول نستوي الابداعات نتاعي. والليكوان هذوكم ماكلي فيهم نص دوره زيد نحيوهم. مانيش باش نلوحهم، انا لوحت فيها حتى شيء، جوست الاخرين بعد نحطوهم في طبق اخر بعد ما نخرجوا. بالطبيعه البقلاوه نتاعنا كان كوشتكم صغيره ولا حتى كبيره ما تقمروش البقلاوه، ما تدخلوش معها حتى شيء، طبق واحد اكا هو تدخلوا معها حتى شيء. نجم يعزل الحراره الا اذا عندكم شالوغ تورنونت ولا حاجه، هذيك حاجه اخرى. اما تردوا بالكم باش ما تتفسدوش البقلاوه تجي بلاصه طايبه بلاصه لا بلاصه عاليه وبلاصه لا، حاسيلو تردوا بالكم وكا هو. هوني حاولت الماكسيموم اني نجيبها مربعات. وبالحق البقلاوه هذه اقتصاديه على الاخر، عملت تقريبا 200 غرام ولا اقل شويه 170 غرام هكيك لوز، ريحته لازلته سكر لازلته حتى شيء، ما كملتوش الكل، خذالي شطر كهو ولا اكثر شطر شوي كهو، معناها بورتون زينت بيه من بعد. تنجموا تعملوا كاكاويه، انا اول مره عملتها عندي توا 3 سنين ولا اكثر شويه، 3 سنين اي تقريبا 3 سنين اول مره في حياتي عملتها. وقتها شفت وقتها محمد ياسين السيله وقت اللي عملها قلت خلينا نجربها بالكاكاويه، عملتها بالكاكاويه جاتني باهيه. ووقتها انا غلطت في الحلال نتاعها، فاش عملتها ياسر جويده ما قريتش حساب الفويتاج هذاك، عملتها ياسر جويده ومازلت اول مره معناها، وزيد مهبطها بالتصاور وكل مش كيما معناها فيديو هكا، ما ثبتش انا ما انتبهتش اني باش نخليها خشينه يعني وكل. لكن جات بنينه وباهيه وكل يعطيه الصحه. من غاديك بدات الفكره وعملت البقلاوه الاخرى وهكاكا. هوني تراو كيفاش نعملوا في اللفه نتاعها، ثبتوا في الطريقه كيفاش نشدوها، ناخذوا الزوايا مقابلين بعضهم وبعد نلموهم. هوني نحاول نوري فيكم لماكسيموم الشكل اللي لازمها تاخذوا، وتحاولوا ما تنزلوش عليها من فوق برشا، فما كعبات انا نزلت عليهم باش يتشدوا لي من فوق، من بعد جاوني لاصقين بعضهم شويه معناها ارطبك الفويتاج ما ظهرش يعني. حاولوا الماكسيموم وكها، ما يقلقش ومش مشكله والله. الفروحات ولا لميت ولا قاعده ولا في رمضان الحلويات رمضان ولا للعيد وكل تعملهم وحدك وبيدك وما يتكلفوش حتى طرف، حتى طرف ما يتكلفوا. كي تجي تحسبهم انت بحسابك شوف قديش معناها، حتى 100 غرام لوز وشوف طبق ما شاء الله قداش من كعبه يعملك، انا ما حسبتش المره هذه. اما ما شاء الله حاجه تبيض الوجه ومزيانه ومطعمها بني. باهي الشحور هوني تلقاوه في صندوق الوصف في الرابط نتاع الفيديو نتاعو، عملته وهبطته قبل ما نهبط البقلاوه. تبعوا وشوفوا كيفاش عملت الشحور. هوني هاكا حاولت، حاولوا ركزوا لو ماكسيموم كيفاش نجموا تسكروها. ويزمها تجي بالشكل المربع من اللوطة، معناها هذاك اللي تركزوا فيه. ريتو ناخذوا الزاوية عكس بعضهم ونقربوهم لبعضهم ونحاولوا ما نضغطوش برشا عليهم، جست لموهم لمين ونحطوهم في الطبق، نرصوهم لاصقين بعضهم في الطبق كيما تراو هكا، باش يحافظوا على الشكل سيغتو المربع هذاك. ونكملوا نعبيه الطبق الكلو، الطبق الكلو يكمل يتعبى وهما هكاكا. الرطل باش يعمل لك طبق نتاع كوشه صغيره، والكيلو قبل كي عملته في كوشتي الكبيره الاخرى كيلو كيلو نعمل ما يعبي لي طبق كامل. وهوني الزبده نتاعي والسمن نتاعي بردوا شويه وقاعده ما نصبوش صبين او كابل فوشه، نبدا من الاول باش يدخل الزبده والسمن يدخل فك الفويتاج هذاك ويدخل لي حتى وين الفاكهه يعني انا نحب، باش يخدي المطعم هذاك ويطيب من غاديك وينفشوا لي من بعد في الفرن. وكي يفضل لي هكا شويه من الزبده نكمل نصبه على كبر الطبق نتاعي، ما تخافوش
المهم 250 غرام زبدة، مغرفة كبيرة سمن، ما عندكمش سمن مش مشكلة ما يقلقش، المهم أما هي بنتها بك طرفة سمن للي يحب معناها، فما شكون ما يحبش هذيك حاجة أخرى. وكما تراهوني على 180 درجة مدة 7 دراج معناها 35 دقيقة، وخرجتها من الفور وهي طابت ونفشت على روحها، والشحور متاعي بارد جوست سخنته شوية باش ترخف هكا، جوست عملت له هكا تسخينة شوية خاطر باش يبدا ياسر لاصق في بعضه، كي نسخنوه يترخف شوية وتبدا هي سخونة من الفور والشحور متاعي بارد، ونبدا نسقي فيها وهي تشرب الشحور متاعها من با ساعة من زمان خليتها تصبر، ومن بعد نحيتها من الطبق وحطيتها في طبق التقديم وزينتها بفوق من فوق بمكتب من ربي شوية فستق وشوية لوس جوست كزينة من فوق وكل. هوني انا راني عملت شوية لوس، تحبوا تكثروا تجيكم معبية اكثر ومنظرها ازين، اما انا نحب على الفويتاش، اما اللي يحب كيفي يعمل كيفي، واللي يحب اكثر فاكهة يحط اكثر فاكهة. انا قلت لكم هذاك اللي وريت لكم ما حطيتوش الكل، ما نحبش ياسر قوي عليا، وانا نحب الفويتاج نتاع البقلاوه برشا برشا. قبل كنت نتفكر حتى كي هزونا الفرحات ما ناكلش الحلو، وكان غصبوا عليا باش ناكلوا هكا بقلاوه ولا حاجه ناكل كان الفوقاني نتاعها واللطانية كها، سينو الفاكهه ما تدور لي خواطري وما نحملهاش. من بعد كي كبرت هكا شويه وليت ناكل شويه، اما مش بالصفه العاديه يعني الطبيعيه، ما نستهواهاش وما نشتهيهاش وما نحبهاش برشا، نحسها قويه ياسر هذاك علاش يعني. نسقيها مش بالشحور الكل اللي توهرة، تقريبا شطر معناها رطل سكر، رطل سكر عليه نصف إترا ماء، والكيلو سكر عليه إترا ماء. وخليتها كيما قلت لكم ساعة تشرب الشحور متاعها، وحطيتها في الطبق متاعي. إذا حسيتوها شايحة برشا من غدوة وكل تنجموا تزيدوا تعاودوا تشحروها، لكن أنا عجبتني وطلقوا باهية وفيها شحورها ما شاء الله، وخليتها كيما هي وبنينة على الأخر ومزيانة على الأخر وما شاء الله، وتم القضاء عليها بنجاح. خاطرها خفيفة وماهيش معبية برشا بالفاكهة وماهيش تقتل بالعسل برشا، اللي يحب يزيد يزيد واللي يحب يخلي يخليها، هاكا كيما تراو هاكا سافا الشحور نتاعها روعة يزي وبنينة ومزيانة. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، وان شاء الله نكون ما خليتش ما نسيتش معناها ديتاي، نورمالمون كل شيء عطيته لكم، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم كالعادة. وماذا بيا تتواصلوا معايا على الباج فيسبوك متاعي اللي هي كويزين ألفا، اللي يحبوا يعرفوا حاجة استفسارات هكا اون ديتاي ما نجموش يكلموني باغ ميساج ولا باغ كومنتير، ساعات انا ما نشوفش لي كومنتير سورتو اكل لي سو كومنتير دوك القدام ما نجمش نرجع لهم ونشوفهم خاطر برشا هما اصلا يوتيوب ما يتيليشارجيليش الكومنتيرات القدام، يا تحطوا لي كومنتير جديد يا تتواصلوا معايا على الفيسبوك باش نجم نفسر لكم كان غلطتوا في حاجة ولا ما فهمتوش حاجة، والا تحبوا تعرفوا حاجه هكا اون ديتاي. هوني باش نذوق ونوريكم من داخل كيفاش، وبنينه ياسر وهشوشه ياسر، ومعسله بنينه حاسين ان شاء الله تعجبكم هكا من داخل، فويتاج نتاعها طياره ومنفشه معايا وامورها روعه وتبيض الوجه، وان شاء الله يا ربي تعجبكم، وان شاء الله في نوع بقلاوة اخرى في فيديو اخر وفي حلقة اخرى ان شاء الله. واخر فيديو تلقاو تصوير البقلاوة اللي قلت لكم اللي فضلت الحراف الفضل شنو عملت بهم، وبسلامة.